دوار اسميتو تسكا. انا الدوار ديالنا كاملين الشرفه عائله، يعني الدوار ديالنا كامله سميتو الزاويه ديال الاداري الادريسي، وحنا في المنطقه ديالنا كيقولوا لنا الشرفه، يعني المنطقه ديالنا كنا الشرفه الادريسي عبد الرحمن يعني. وانا وسبحان الله العظيم بالنسبه لهذه الشرفه ديال الادريسه مختلفين شويه على الشرفه ديال المناطق الاخرين. الشرفه ديال الادارسه ديما كيقولوا للشريف الادريسي اللي كيكون شويه الشريف الحقيقي في الجيل ديالو كيكون مفروح شويه كيكون مفروح يعني. دابا وكل جيل كيكون واحد في شكل، وفي سبحان الله العظيم تحت انا في الجيل ديالي تحت انا اللي فيهم فوق صافي فهمتي. وانا انا القصه ديالي مع الهبال بدات من الصغر فهمتي، من الصغر ديالي وانا في شكل على الدراري الاخرين التقدي ديالي. بحال دابا انا في الصغر ديالي لحد الان كيقولوا عليا الدراري، كيقول لي واش تفكرتي ملي كنتي صغير كتبقى تنقز كتبقى تقول شي حوايج بحال دابا كنت كنقز وكنقول اديك سانتا اديك لامي غير فهمتي. كيقول لي الدراري اش كتقول هذاك الشيء فهمتي مختلف. هما الدراري كيمشيو يلعبوا وانا عزيز عليا فهمتي، عزيز عليا نمشي نكون بوحدي نبقى نضحك نبقى الدراري عزيز عليهم يبقاو يرعاو الغنم. انا كنقول لهم لا داكشي ما بغيتوش، انا داكشي بغيت انا شي حاجه مختلفه، بغيت شي حاجه انا بغيت ديما نكون مختلف عليهم فهمتي. بحال دابا انا مختلف عليهم، بحال دابا انا في الدراسه ديالي انا قريت ملي هذاك تحكيت لكم على الابتدائي طلعت الطازنات قريت في السابعه جبت 6 في الدوره الاولى درت ستاب دار الاولى كلشي. الوالده ديالي قالت لي انت ما غتنجح، قالت لي انت ما غتنجحش 100% يعني انت ما غتنجحش 100% جايب 6. لا كنت كسول عرفتي ما كندخلش، ولا كاع دخلت كيقولوا لي انت ما غدير والو في حياتك. وستا عرفتي شنو هي 6 صافي كلشي قال لي ما غتنجح. درت في خاطري قلت انا غنجح، ثقت في راسي بوحدي جبت 10 راه ما جبت شي حاجه ابوط جبت غير 10 ونجحت في 8. طلعت اسميتو قالت لي قلت للوالده راه انا ما نقدرش نكمل هنايا في طازناخ حيت انا كنلقى صعوبه فهمتي، كنت في الخيريه كنت هكا. قلت لي اسميتو قلت لي تحول لورزازات لمدينه ورزازات فيها اختي يلاه تزوجت بها. قلت لي سير عند اختك وكمل قرايتك صافي. مشيت لورزازات ما ديت معايا لا ورقه لا انا بغيت ندير الانتقال ما جاي معايا لا ورقه لا والو. مشيت هكا طلعت لورزازات صافي تقيت ما ضربوا معايا. المهم تقاتلوا تقيدوني مع واحد الدري الحسين الله يذكره بالخير عزيز عليا بزاف، هو نسيب ديال الخوادرية، هو خو راجل اسميت هو اللي ضرب معايا تقيت الحمد لله. وملي تقيت فهمتي كنت متفوق في الدراسات الاسلاميه. انا نكته بحال دابا نقول لكم نكته، دابا شي مسطيين جمعوهم كامل في واحد القنت هكا جمعوهم كاملين قالوا هادو المسطيين ندرسوا زعما شده البلاهه البهاله ولا شنو كيسموا لا زعما الهبال ديالهم زعما شحال ديال الحده ديال الهبال ديالهم. داهم جمعوهم هكا الهبال بحال دابا بالرشيد كما كيقولوا في المغرب، جمعوهم داهم لواحد القنيته ودالوا لهم الكاسيطه ديال القران الكريم اسمين كلهم كيشطحوا دارهم القران وكيشطحوا يعني في روحي. وواحد دارها دار مربع يدو قال له صافي هذا ما خصوش نحسبوه مع المسطين، هذا خصني نحسبوه مع مشاو سولوه قال له هذا السؤال نسولوه الا كان سميت. قال له علاش انت ما كتشطحش بحال هذوك؟ قال لي حيت انا هي العروسه هذاك مسطي كثار منهم. اش بغيت نقول لك نكمل لكم القصه ديالي. دابا دويت لكم على المرحله ديال الاعداديه دابا طلعت دابا الثامنه. المهم كنت متفوق الدراسات الاسلاميه طلعت عاوتاني للتاسعه الدراسات الاسلاميه والمواد الاخرين كنت الفيزيك كنت علمي سبحان الله العظيم، ولكن درت الادب طلعت الادب وليت تحول حياتي تلاقيت مع الفلسفه في الدراسات الاسلاميه اللي سي. دابا طلعت السانكيام بديت كان اسميتو كنهتم بالفلسفه عزيز عليا الفكر الفلسفي وداك الشيء. بديت كنت مع كنت وحدانيه مع عزيز عليا الوحده عزيز عليا، وبديت كنهتم بالنوادي عزيز عليا النوادي. بحال دابا انا عندي خديت الشهاده ديال المثقف الناظر ديال النادي الصحي،
وخديت جوج شهادات تقديريه وجيت الدبلوم ديالهم ديال شهاده المثقف الناضي عليا. دابا التليفون كانوا عندي التليفونات ناضيين، قلت دابا انا خصني نكون مختلف شويه وانا ندير هذا التليفون. التليفون عجيب، يعني التليفون خا ديرو دير 20 صوت كيخرج لك غير صوت واحد، يعني هذا التليفون واخا يديروا 20 صوت فهمتي، انا ندوي معاك دوي معاك دريه يطلع ليها الصوت ديال الدري عجيب. نحطو هنايا باش ما يترش ليا حتى هو. نحكي لكم شويه على القصه ديالي حيت شويه مضحكه واخا هكاك. طلعت لافاك بديت فهمتي كنهتم بدوك الحركات هاي سميتو، انا بغيت غير ندوز الوقت ديالي، بغيت ندوز هكا صافي. بديت كنهتم بالثقافه، صافي كتشوفي فيا ضحوكي شويه ولكن انسان موجد في حياته، يعني كانت عزيزه عليا المطالعه، كانت عزيزه عليا شحال ديال الحوايج زوينين. انا ندير لكم سيسكيت، شاركت في داك المسابقه ديال الابريد 5 النجوم للبطل كيدوز في قناه التمازيغ، شاركت فيها مره ربحت فيها واحد، لا المره خسرت فيها الجميع حلقه واحده تقصيد، المره الاخرى ربحت فيها شي حلقه وتقصيد في هذوك، والمره الاخرى ربحت فيها ثلاثه الحلقات وتخسرت وطحت في الرابعه. دابا على الزهر ديالي اللي مكفس تلاقيت مع واحد داير الدراسات الامازيغيه. واش انت واحد داير الدراسات الامازيغيه غتفوق عليه باش تهرب زهري مكفس؟ فهمتي في المجتمع ديالنا المغربي راه كاين شي واحد اللي غتضحكو وغايقول لك ما ضحكتينيش، فهمتي غتضحكو غتعجبو يقول لك ما ضحكتينيش انت باسل. انا نقول لهم، انا دابا بحال دابا اي واحد كاين عنده الناس اللي كيساندو غير في العائله ديالك، كاين الناس اللي غيعاونوك كيديروا لك بوزيتيف في حياتك كيديروا لك النيجاتيف. انا نقول لكم هذاك اللي غايدير لي النيجاتيف انا ما معترفش به حتى اما الابتسامه، علاش انا غنفشل انا يقول لي شي واحد؟ حيت الدنيا تستمر، هذوك اللي وصلوا في حياتهم راه اسلوب كيديروا بوزيتيف في حياتهم، حتى واحد ما كيدير لهم البوزيتيف، كدير البوزيتيف في حياتك باش تستمر. الا بغيت هذوك اللي ما نجحوش في حياتهم كيدوها على هضره الناس، الا ديتها على هضره الناس راه ما غادي دير حتى حاجه في حياتك. هذا انت فاشل، هو اللي فاشل. انا ما عمري في حياتي كامله قلت لشي واحد فاشل، انا كنشجعو. علاش انا غنقول لشي واحد انا فاشل؟ انت فاشل. انا والله الا كندوي معاك بصح، والله ما توترت، لا ما توترت، انا في الداخل ديالي فرحان، فهمتي؟ ماشي التوتر هي تكعم الداخل ديالك، انا فرحان من الداخل ديالي، راه الابتسامه ديما ماشي هي كاين دابا شي واحد كيبتسم، كاين دابا شي واحد غيبتسم ولكن الابتسامه ديالو ما خرجش من القلب، فهمتي؟ يعني الابتسامه ما كتدلش دائما على انه الانسان سعيد في حياته. فنختصر، بغيت نشرف القريه ديالنا ديال الشرفات الادريسي اللي كاينين في المنطقه ديال ورزازه، باش نختصر كامل نقول لكم على اسميتو. واحد المره دخلت عند واحد الاستاذ عزيز عليا مويحات تبارك الله، الا شاف الفيديو ديالي والله الا كنشكرك بزاف استاذ، راه شحال انت الوحيد اللي كنتفكر في الليستي ديال ابي بكر الصديق اللي كاين في ورزازه، استاذ رشيد ميحة. دابا اشنو طرا ليا؟ واحد النهار نعست وهو دخلتو ليا النهارات. احسبت الاربعاء هو الخميس، دخلت وانا نتفكر جلست هكا داخل مع الثمانيه، مشيت عند الاستاذ قال لي علاش تعطلتي؟ قلت له راه دخلتوا لي النهار. قلت له واش دافروا باش دخلتوا ليك النهار؟ وانا تعطلت فهمتي، حيت كانت عزيزه عليا الفلسفه، قال لي علاش تعطلتي على الماده ديالنا؟ قلت له راه دخلتوا لي النهار، وكاينين شي واحد قال دخلتوا لي النهار.